تعليقك ايه؟ تعليق انه كلام في الحقيقه اجوف ملوش مضمون. لا قصر الاب امله ولا قصر عابدين امله. العمال هم اللي بيدوا الحياه لكل مواطن عايش على هذه الارض. هم اللي بينتجوا وهم اللي بيصنعوا، هم والفلاحين وكل الشغيله. وبالتالي مش شرف ليهم ان هم دخلوا قصر القبه، ده شرف لقصر القبه ان في عمال يدخلوه ويتعمل فيه لقاء. لكن كمان المفروض انه عشان تكرم الناس في عيدها لازم انت تروح لهم اماكنهم، مش هم يجوا لك. بس هو راح لهم مصنع الحديد الصلب يعني، راح لجزء منهم يعني. ويروح اتحاد النقابات المستقل، ويروح اتحاد النقابات الاتحاد عمال مصر، ويروح مؤتمر عمال مصر، ويروح اتحاد المعاشات. ده الشوارع تقف خالص كده. نعم؟ ده الشوارع كانت هتقف خالص. مش حكاية الشوارع تقف، الموضوع ما هوش احتفالي قد ما هو لابد من الاستماع للعمال في عيدهم. يعني حتى لما تيجي تشوف ترتيبة القعدة العمال ورا، يعني برضو رموز الدولة والوزراء ومش عارف ايه ورؤساء الشركات واصحاب الاعمال والعمال في الخلفية ورا. العيد قيمته مش ان انا مجرد بحتفل بيه كذكرى وفقط، ولكن ان انا باكد على اهمية النضال العمالي والمطالب اللي العمال استشهدوا عشانها عبر التاريخ الطويل ده. بتكلم عن كل عمال العالم، ايه هي مطالبهم وازاي نحقق المطالب دي على ارض الواقع، مش مجرد يبقى خطاب ببروز بيه اليوم فقط بدون ما يبقى له مصداقية حقيقية وبدون ما يبقى له صدى في السياسات ولا صدى على احوال العمال وعلى معيشتهم.